هذا وللحديث عن الموضوع يلتحق بنا الأستاذ أحمد طرطار، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة تبسة. مساءك سعيد أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمستمعيك ومشاهديك. شكرا لك. إذا بالعودة إلى تصريحات الوزير الأول عبد الملك سلال الذي لم يخفي بأن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجزائر دقيق وصعب ويحتاج إلى استراتيجية محكمة لمجابهة الوضع في قادم الأيام، لكن نفى السيد عبد الملك سلال لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية، مؤكدا إلى اللجوء الحكومة والجزائر إلى القرض السندي الداخلي من البنك المركزي. أنتم كأستاذ في العلوم الاقتصادية، ما هي قراءاتكم وتوقعاتكم لمستقبل الجزائر بعد لجوئها إلى القرض السندي الداخلي من البنك المركزي؟ والله هو إجراء طبيعي جدا. لماذا؟ لأن الحكومة أقرت إمكانية الاستدانة مع عرضها لقانون المالية 2016، وقالت في ذاك الحين باللي يمكن اللجوء للإقراض الخارجي، ولا سيما فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الاستراتيجية. أما التركيز بالأساسي تم على تفعيل التمويل المحلي كأولوية مطلقة. صحيح. ونلاحظوا لما نحل المعطيات اللي انبنى عليها قانون 2016، سعر مرجعي 37 دولار، متوسط سعر النفط 45، الآن راهو في حدود 34 إلى 35، وربما ما زال يراوح مكانه بالزيادة أو بالنقصان حسب الاتفاق اللي هو الآن ساري بين السعودية وبين روسيا وكذا، وتأثيراته في محك الواقع الاقتصادي العالمي. كذلك سعر الصرف كان مبني على حدود 78 دينار لكل دولار واحد، الآن نعم تلاحظ باللي راهو ارتفع بشكل مذهل. أستاذ وعندئذ أحمد، هل حقيقة الجزائر لا تزال متحكمة في توازنات الاقتصادية الوطنية؟ لا، هذه المقدمة اللي كنا بصدد تحديدها هي ما يربك هذه التوازنات، وبالتالي هي أولا هناك عجز في الموازنة بصورة طبيعية، وبالتالي الآن ستلجأ لتمويل هذا العجز على عجز، بالتالي تستنجد بالبنك المركزي لتفعيل الاستدانة، وعندئذ راح يعني تحاول أنها تعيد التوازن من خلال هذا التمويل، وإلا تصبح هناك خلل في هذا التوازن، وهذا ما يربك ربما الجانب الاقتصادي، يربك الحالة الاجتماعية، يربك كثير من المعطيات، يربك الاستثمارات لا محالة. صحيح. نعم، نعم، شكرا لك الأستاذ أحمد طرطار أستاذ فقط العلوم نأكد أستاذنا الفاضل أكثر الحاجة، أن الآن بصدد الذهاب للانعقاد نعم الثلاثية، نعم يعني كان في المفروض شهر جوان الآن، قادم إن شاء الله. نعم يعني كان المفروض الآن تندار دراسة مدققة لأهم القرارات اللي دارت الثلاثية السابقة في بسكرة، وباش يكون عندنا التخطيط من سبب التخطيط حتى أنه الاستراتيجي. السيد عبد الملك سلال الأستاذ أحمد قال أن الثلاثية القادمة سيتمخض عنها نموذج اقتصادي جديد. وهو نفس الكلام الذي سبق الثلاثية السابقة في بسكرة، والذي مهد له المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمجموع الورشات اللي كانت مفتوحة. وعند ذلك لابد من يكون عندنا تخطيط استراتيجي بمعنى الكلمة. وشكرا لك ولمستمعيك. شكرا لك أستاذ أحمد، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة تبس، حدثنا عبر الهاتف.